ترغيب في الصدقة والحث عليها كتاب الصدقات كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري بعدين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جميعا. الحارث التعليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بخمس كلمات أن يعمل بهن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. يحيى ابن زكريا هو نبي وأبوه نبي عليهما السلام، وهو وعيسى عليه السلام ابن خالة، وكان في سماء واحدة لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد ابتلي بلاء شديدا عليه السلام حتى قدمت رأسه إلى من؟ إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، ما زال به قومه يطاردونه حتى فلق الله له لحاء شجرة فدخل فيها، فلم يتركوه فقطعوا الشجرة وأخذوا برأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. والله تبارك وتعالى قال فيه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سيدا في قومه ومحصور من النساء لا لعنة فيه، ليس لضعف فيه، لكن الله عز وجل قد عصمه من أن تتحرك شهوته على النساء، حتى لا يظن أنه إنما كان ذلك لعنة أو لضعف عنده عليه السلام. وكما نعلم أن الأنبياء يبعثون في كمالات الناس، الأنبياء يبعثون في كمالات الناس خلقا وخلقا ونسبا، خلقا وخلقا ونسبا. ولا يغرنكم ما يكتب اليهود والنصارى في نسب عيسى، فإنهم لا يعرفون، إنما لفقوا له نسبا وجعلوا فيه يهوذا الزاني المعروف في بني إسرائيل، وإلا عيسى ليس له نسب إلا أنه عيسى ابن مريم كما نسبه ربنا تبارك وتعالى في القرآن، لكن هم أرادوا أن يلفقوا له أبا، فهذا التلفيق جرهم إلى تمام الكذب، أن يجعلوا في نسب نبي مكرم مرفوع في السماء ينزل في آخر الزمان ويصلي خلف المهدي ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو بدعوة التوحيد، فلما تم لهم الكذب لفقوا له هذا النسب فجعلوا زان في نسبه عليه السلام. ولذلك هذا النبي ويحيى كان كفرسي رهان في أعمار متقابلة، وزكريا عليه السلام أيضا قد بلغ منه الكبر مبلغا وما كان عنده ذرية، فعهد له بمريم التي هي من أخت زوجته، أخت مين؟ أخت زوجته. استهم الناس فيها هذه البتول العذراء من يكفلها، قالوا كل يرمي بسهمه في الماء، فإذا ارتفع فهي لصاحب ذلك ذلك القدح أو ذلك السهم، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ألقوا الأقلام، فارتفع قلم من؟ زكريا عليه السلام، وغاصت بقية الأقلام، فأخذها زكريا وجعلها عندها، فلما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا في غير زمانه، رزق صيف في شتاء ورزق شتاء في صيف، فأخذته نفسه تحدثه فسأل السؤال،
قال يا مريم أنى لك هذا. أنت من فين بتجيب الكلام هذا؟ لم يسألها سؤال تهمة ولا ريبة، إنما سألها سؤال تعجب. أنت جالسة هنا وقانتة في خدمة هذا المكان وخدمة هذا المحراب، لأن أمها ماذا قالت؟ قال لئن رزقني الله ولدا لأجعلنه خادما لبيت الله. نعم، فرزقت بمن؟ بأنثى. قالت والله أعلم بما رزقت وليس الذكر كالأنثى. من زمان differences between male and female، من زمان ليس الذكر كالأنثى يا أيها الأغبياء، حاشاكم. اللي يقول لك نعمل equilibrium ونعمل مساواة ما يجي يا حبيبي، لأن أصلا ليس الذكر كالأنثى، والمساواة لا تعني العدل في كل وقت. المساواة لا تعني العدل في كل وقت. أنا ممكن الآن أضع هذا الكرسي بجوار إيش هذا الإيه الكرسي، وأجيب واحد طوله كده وواحد طوله كده، وفي الآخر هذول في إيش 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 تراهم متساويين، لكن هل في عدل؟ المساواة الإكويلبيريم غير الجاستس. العدل شيء والمساواة شيء آخر. أنت تراهم رأي العين إن الاثنين دول إيش متساويين، لكن في واحد ظالم إيش؟ واحد ظالم الثاني، ماخذ مرتبة غير مرتبة إيش الثاني. من الناحية الميديكالي والناحية الأناتوميكالي، الناحية التشريحية، أن مخ المرأة تشريحيا، ومعنا السادة الدكاترة نحن لا نريد أن نتلقف على عليهم، لكن حسب معلوماتنا الجي بي اللي عندنا يعني الجنرال انفورميشن موجودة، ان كنا ندرس هكذا ونشوف قدامنا ان التشريح حتى في الانيمالز، حتى اكرمكم الله في الحيوانات، حتى كنا في البوتاني في النبات الاوربيتالز والغير البيتلز غير الزهرة المتك والميسم، في فرق كبير حتى في هذه الاجهزة وفي هذه الايه وفي هذه الاشياء، وما تقوم به المرأة من وظائف لا يناسب ما يقوم به الرجل من وظائف. مش يكون عندك 14 عانس و13 مطلقة حيحلوا مين يا حبيبي؟ حيحلوا مين؟ هم عايزين يحلوا مشاكلهم يا عسل. هم ففهمتني جزاك الله خير. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، يعني العابدة. هذا معنى كلمة مريم، يعني إيش؟ العابدة. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال روى ابن كثير نقلا عن ابن جرير بسند صحيح: ما من مولود إلا ويستهل صارخا نزغة الشيطان إلا مريم وابنها. شوف الطلع اللي بيطلعها المولود يصرخ. طبعا بيقولوا بقى يقول لك إيه ده عشان الرئتين وأول هوا بيدخله، وماله مش عيب خليه يدخل الهوا. وإحنا عندنا برضو خبر من الإيه من الذي لا ينطق عن الهوا أنه هذه نزغة إيش الشيطان، لأنه هذا الشيطان أخذ العهد على نفسه أن يكيد له هو في ظهر أبيه آدم، وأن يكيد له عند خروجه مولودا. عرفتم يا إخواني؟ فما في ما في يعني ما في تعارض بين هذه الوضع الطبي وهذا الوضع الايه الوضع الشرعي، لأنه ما حد قال لك أن نزغة الشيطان تخالف مسألة تفتق إيش الرئتين أو أن أول هواء أن الولد إيش أنه يشمه. ما من مولود حين يولد إلا ويستهل صارخا إلا مريم وابنها. من فين جاءت هذه؟ من استجابة الدعوة. عشان كده أخوان الدعاء أمره عظيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والمرأة كان عندها حسن ظن بالله إن المرأة دي حيكون لها ذرية، مريم هذه حيكون لها ذرية. ولذلك لما يعني ولذلك إن الدين قد علمنا حتى في قضاء وطن الرجل مع أهله، فإنه يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهم بمولود لا يضره الشيطان. هذا دين عظيم جعل لك أخي المبارك. ولماذا هذا الدين يهابونه حتى في أدغال إفريقيا وفي مجاهيل أندونيسيا؟ ليش؟ لأن هذا الدين من يعتنقه يتغير تغيرا إيجابيا. عرفتم؟ حتى هؤلاء الفرنسيون الغازون ماذا يقول؟ نقول نتعجب من أناس في صحراء وعراء يقاتلون لا يريدون أن يتحركون عن أرضهم. صحراء الأرض سلوب مفتوحة
واحنا من فوق يعني ما في اي مقارنه نو كومباريزون ابدا بين الباورفول هنا والويكنس هنا، ما فيش مقارنه نهائيا. يعني كان اسد جاي يقاتل في قط، لكن وما رميت اذ رميت ولكن الله ايش، ولكن الله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ولذلك اخي المبارك العزيز، هذا الدين دين عظيم جدا. فلذلك كان عيسى نبي وكان يحيى نبي، أوحى الله عز وجل. ولذلك ماذا قال؟ قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه في شأن مين؟ أما في شأن يحيى كان إيش؟ وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالنكرة أعظم من المعرفة هنا، لأنها تدل على العموم، تدل على الإيش؟ تدل على العموم. وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا إيش؟ عند يحيى هنا في إيش؟ عصية. وعند مريم هنا إيش؟ شقية. حط السين جنبها شين عشان لو حصل عندك تشابه في الآيات، السين تتبعها الشين، يبقى مع عيسى يكون إيش؟ جبارا شقية. يبقى الثانية تكون جبارا إيش؟ جبارا. وضحت هذه إخوان عشان تجمع مسألة المتشابه بصورة سهلة. هذا أحد أنواع التشابه، أنك تربط الحروف المتقاربة. وضحت هنا إخواني؟ طيب إيش الفرق بين عصية وشقية؟ لأن مريم ليس لها بعد الله إلا مين؟ عيسى. فإن عصاها شقت المسكينة، لكن أم زكريا لها بعد الله يحيى وزكريا، فإن عصى زكريا يحيى، فإن عصى يحيى معذر الولد وعق وحاشا، من حيقوم بالبر؟ حيكون موجود هنا مين؟ فيقوم بأنه يعني كما يقولون سبحان الله، يعني يرتق لها رقعا في البر. أما هذه ما ليس لها بعد الله غير هدف، فإن لم يبرها شقت هي بشقاء الدنيا في قلة البر، وشقى هو دنيا وأخرى. شفتوا كيف جاءت الآية هنا؟ ولم يجعلني جبارا عصية في شأن زكريا يحيى، ولم يجعلني جبارا شقية في شأن إيش؟ في شأن لا ما عنده، لكن موجود الأب. ولذلك الآن إذا الولد لم يبر الأم، الأم بتتكي بعد الله عند مين؟ عند الزوج. تقول له خلاص خلي يولي ولا يروح، ما نبغى، أخذ الحرم حرمته عصته علينا وكذا، لكن أنت إن شاء الله بعد الله عندي وجزاك الله خير تملى علي. فيبدأ أنهم إيش؟ تعالي أبادلك الهموم، أبادلك الهموم تعالي. لكن هذيك حتكون فين بعد الله عز وجل؟ فتحدث لها شقة، هي تشقى بالوحدة وهو يشقى بماذا؟ يشقى بالعقوق. هذا تدبر في ألفاظ القرآن وختام الآيات. فهنا أوحى الله عز وجل ليحيى وهو يحيى نبي. وطبعا الفرق بين النبي وبين الرسول فيها كلام كثير، يعني النبي هو الذي أنزل عليه كتاب ولم يؤمر بتبليغه، أو من أرسل إلى قوم بعينهم، والرسول أرسل لقوم أكبر أو نزل عليه كتاب وأمر ببلاغه. وعدد الكتب بصورة عامة التي نزلت هي صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هي أربع كتب وصحيفتان، إبراهيم وموسى وما ذكرت فيها سند متصل. والكتب تبقى الزبور على داود عليه السلام، التوراة على موسى، إنجيل على عيسى، والقرآن مهيمنا على الجميع ناسخا لهم لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يخرج أحد ويقول أن الإنجيل الموجود الآن كتاب مقدس، نعم كتاب نجس، عشان تفهموا الكلام، هذا كتاب نجس، يقطع يرمى يهان، ما في أي بأس. لكن إن خشيت أنهم يؤذون كتابنا، إذا رأوك تؤذي كتاب، هنا يدخل في مسألة. أصل المسألة أخي الحبيب، الآن إحنا بنأصل المسألة، إيش حكم قطع إيش الإنجيل؟ جائز. لكن الآن يترتب على هذا فيأتي سؤال آخر يقول طب لو فعلنا ربما، نقول هنا يبقى هنا المسألة أن عدم الجواز ليس لأصل المسألة، إنما لأمر مترتب على إيش
على المسألة. مثال ذلك حكم بيع الأسلحة مثلا أو بيع العنب، إيش حكم بيع العنب؟ حلال. لكن لو علمت أن رجلا يأخذ السلاح في وقت زمن فتنة كما يحدث الآن في مصر في ليبيا في تونس في بلاد المسلمين هذه، نقول ولا يجوز بيع سلاح في زمن فتنة ولا عنب يتخذ ولا بيع عنب يتخذ خمرا. يبقى هنا التحريم جاء من فين؟ جاء أصل ولا جاء تبع؟ جاء تبع. تأصيل المسألة مهم يا أخوان، أصل المسألة مهم جدا. فإذا جاء لك طيب لو فعلنا، نقول نعم يدخل هنا في قول ربي عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ما تقولوش الله يلعن إنجيلك، الله ينعل توراتك، أو فهمتني صليبك إلى غير ذلك، فيسب الله أدوان بغير علم، لأنك تجل قرآنك وتجل ربك تبارك وتعالى. فهمت أخوان التأصيل هذا المهم حتى لا يخلط مخلط جاهل ما يعرف كيف يأصل المسائل الشرعية. الأمر هذا مهم جدا لكي يفهم أيها المباركون. طيب، فإذا الآن سنسمع الوصايا هذه التي نزلت على يحيى. فقال له عيسى إما أن تبلغها أو أن أبلغها أنا. قال فخشي فجلس على شرفة بيت المقدس ونادى وأخذ يبلغ. قال أخشى إن لم أبلغها أن ينزل علي غضب من إيش؟ من الله. فنستمع لهذه الوصايا. كمل الشيخ خالد بشمهندس. شكرا على سؤالنا. نعم. سورة مريم في آيتين برضو مشابهة لو سمحت لي آيتين وثلاثة آيات مشابهة آية 13 وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. آية 18 قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ما نعرف إيش الفرق. لا هذه في الآية هذيك في من؟ لا 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 يهديك في جبريل. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني تقيا إذا إنك أنت تخاف الله عز وجل. ولذلك قلنا الذي يخاف الله تبارك وتعالى يردع قلبه القرآن. ولذلك أما قيل أخي المبارك إن عمر إذا وقفت عليه المرأة وقالت له اتق الله بكى، لأن ما الذي حرك هنا؟ التقوى. إن كنت تقيا يعني إذا كنت خايف الله لا تحتدي علي، أنا امرأة هنا جاية ما عندي أحد، لا تزني بي، لا تفعل بي الفاحشة. لا 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 هذا غير صحيح، هذا كله من إسرائيليات. هذه إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. مثلا تقول، أضرب لك مثال، مثل المرأة التي بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام. نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بثلاثة عشرة امرأة، طلق اثنتين وأبقى أحد عشر ومات عن تسع عليه الصلاة والسلام، واثنان لقينا ربهن في حياته عليه الصلاة والسلام. تمام. فالشاهد في هذا لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت قولي له أعوذ بالله منك فإنه يحب هذا الدعاء. أول ما دخل قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بعظيم الحق بأهلك. وبحث هنا الآن الحق بأهلك. فهنا إني أعوذ بالرحمن منك أي من شر يأتي منك إن كنت تقيا. جملة الشرط هنا جوابها متقدم عنها، يعني إذا كنت تقي أستجير بالله من شرك. ولذلك الإنسان يا إخوان ما معنى التقوى كما قال علي رضي الله عنه؟ هي الخوف من الجليل. أول ما تذكر بالله سمعنا وأطعنا، خوف من الجليل. والعمل حلال حرام، ما عندكش انك تقول نيجيشن وناخذ له ما اقتنعتش واقتنع. والرضا بالقليل، لا تتبطر على النعمه ولا تقول اوف ايش هذا. والاستعداد ليوم ايش الرحل، تعمل لدار رضوان وخزنه، تعمل الدار التي ستقدم اليها غدا في الدار ايش في الدار الاخره. اما الاولى فكانت الحنان وكذا، ياتي من من ياتي من المولود هذا الذي سيكون فيه حنيه ويكون فيه تقوى الى غير ذلك. فهذه نزلت توضيحا لحال جبرائيل عليه السلام، وهذه نزلت توضيح لحال المولود القادم بإذن الله عز وجل. وضحت؟ نعم. الآن نسمع هذه الوصايا التي جلس على شرفة بيت المقدس وأخذ ينادي على كل أهل ديانات الذين أرسل فيهم وأخذ يبلغهم هذه
الوصايا الهامة جدا من عبادة الله وتوحيده والصيام والزكاة والصدقة إلى غير ذلك من نفس أركان الإسلام. نعم. طبعا هنا كلمة كلمات تطلق ويقصد بها الكلمة المفردة أو الجملة. وضحت يا أخواني؟ مثلا أقول كلمة التوحيد وفي الحقيقة هي إيش؟ جملة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبع كلمات. فالكلمة تطلق ويقصد بها الفرد ويقصد بها الجمع. نعم. إذن واجب، هذه من واجبات التي أنزلها الله على بني إسرائيل فكفروها ولم يعملوا بها. وأحكي لكم قصة عجيبة يحكيها أحد الناس، يقول كنا في أظن أيوة كان في كاليفورنيا في الثمانينيات، قال والشيء العجيب قال كان في هناك كوينز للماشين، الكلوفز ماشين لها كوينز تحط كده العملة وتفتح وتحط الملابس والداخل وكذا. فقال لقيت ده الراجل واقف وماخذ ثلاثة محلات إيش مكاين. فقلت لي يا أخي ما تسيب لنا واحد؟ قال لا كلها لي. ليه أنت واحد قدام؟ قال لا هذه لي وهذه الحرمتي وهذه البنتي. إيش هذا؟ قال له طيب يا أخي ما تشيل كل الهدوم تحطهم في واحد؟ قال لا لا حرمتي نجس. أيوة حرمتك نجس. نجس ليش؟ قال لا اي ما لسه ما يعرف، هو ما يعرفش نادي الجويش، ما يعرفش ان ده يهودي، واحد جاي يغسل ما يعرف. قال له مراتي نجس ما تدخلش مع هدومها معايا في نفس ليش في نفس هذا. قال له كيف ممكن تحكي لي القصه؟ قال يا اخي هي اذا حاضت لا نؤكلها ولا نشربها ولا تقعد معها في غرفه ولا ملابسها، واذا مستني كذا قطعت اللي مسته. يعني لما تكون مره يهوديه زعلانه من زوجها، هو جايب لها بدله ثلاثة أربعة آلاف دولار، تقوم تلمسها له بس وهي حايض يقطعها ويرميها. شوف الجهل. هذا الذي اخبر عنه ابو القاسم عليه الصلاه والسلام، فنزل نساؤكم حرث لكم. لما هم جاءوا يسالوا ويسالونك عن المحيض، ونحن قلنا عندنا في القران يسالونك بدون واو، وعندنا ويسالونك غالبها اذا كانت يسالونك بدون الواو فهو سؤال مباشر من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ميديتورز، ما فيش فيه واسطة. يسألونك عن الأنفال، حصل في غزوة بدر فاز الصحابة غنيمة أول غنيمة ما عرفوش كيف إيش يوزعوها، هذا سؤال دايركت كويستشنز من الصحابة على طول النبي، ما فيش واحد دخلهم في النص قال لهم روح اسأل الرجل هذا ماذا يقول في كذا وكذا عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ودائما وهذه سؤال ألقي على الصحابة فسألوه للنبي عليه الصلاة والسلام. ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيط. وضحت الآن؟ وضحت يا أخواني؟ فكان هذا السؤال من ضمن الأسئلة التي سئلت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر كان عند اليهود وهم يساكنونهم فين؟ في المدينة. فربنا قال إيش؟ قل هو أذى. نعم المحيط أذى، ما في كلام. إيش المطلوب مننا؟ فاعتزلوا النساء في المحيط، اعتزال يعني عدم جماع، ولا تقربوهن، هذا معنى الاعتزال، حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن، الجمع بين القراءتين حتى يطهرن يعني يرتفع عنها الدم، فتصلح لها العبادة التي لا تحتاج إلى يطهرن اللي هو الاغتسال. مثل إيش؟ الصيام. إذا المرأة انقطع الدم عندها قبل دخول الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر، نقول لها صح صيامك، لكن لا تصلي لحد يطهرن، ولا يجامعك زوجك عند الفطر حتى يطهرن. فعرفنا يطهرن يعني يرتفع الدم وتنزل علامة الطهر إما بالجفوف أو بالقصة البيضاء، وعرفنا يطهرن بمعنى يغتسل. وهذه دراسات ماجستير ودكتوراه في قسم القرآن الكريم تحت عنوان أثر القراءات على الفقه والعقيدة والسيرة واللغة. القراءات هذه علم كبير. قال ربنا تبارك وتعالى قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في رواية قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في رواية قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ثلاث روايات لكن فيها معاني عظيمة. الأول قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هذا دعاء، لكن لما قالوا ربنا باعد هذا إلحاح في الدعاء.
فلما قالوا ربنا باعد يعني استجاب الدعاء، فدل أن الدعاء مع الإلحاح مظنة الإجابة بإذن الواحد الفتاح تبارك وتعالى. هذا كمثال نحن نسوقه في كلامنا على معرض القراءات وأثرها فيما نحن في هذا شيء وجيد عن مسألة عظيمة هي علم السمع علم القراءات، لكي تعلم أن المصحف الذي بين يدك يقرأ بألف طريق وعشرة قراءات، كل قراءة فيها مئة طريق برواتها المختلفين. على كل الأخ المبارك فقال له يرحمكم الله أنت من وين؟ قال له البعيد يهودي. قال والله يا شيخ سبحان الله في ذلك الوقت أنا قال مسلم عادي أغاني وكذا لكن أصلي ولا أفعل حراما لكن إنسان عادي. قال سبحان الله لكن مثل هذه المواقف أثرت في عظم الدين اللي إحنا عندنا لكننا لا نشعر بإيش، لا نشعر بعظمته، لا نشعر بعظمته. فإذا بالقرآن ينزل فاعتزلوا النساء في المحيض وتركوا حتى يطهر فإذا طهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تستثر بثوب ويباشرها عليه الصلاة والسلام، هي محرمة عليك فقط من عند السرة إلى رتبتها لا تقع في هذا الحرام لكن بعد ذلك تؤكله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يضع رأسه ترجله لكن عند البخاري مسلم في كتاب الاعتكاف قالت يصلي النحاس قال حيضتك ليست إيش في يدك، من فين جبت الكلام ده؟ من كلام من عنده إيش عادة. ولذلك الإنسان يتأثر بالبيئة يا أخواني، البيئة تؤثر فين؟ في الإنسان. إنسان عاشر قوم من جنسية معينة أو من بيئة معينة تقول لي ما يتأثر أقول لك ما احترامي لك كذب. الصحابة الكرام تأثروا فكان النبي هو الذي إيش يوضح لهم، الإعلام خطير يا أخوان. يأتي عمر كما عند البخاري ومسلم في كتاب الإيمان فيجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة فيده فقل ما هذه يا عمر؟ قال صحيفة من حبر يهودي. واحد صاحب يهودي أداني كتاب، ها خذ اقرأ التوراة اقرأ إنجيل لوقا اقرأ مش عارف صلب المسيح اقرأ تراينت التثليث، صح ولا لا؟ ممكن يعطيك ايش؟ يعطيك كتاب فتقول يا اخي ايش فيها؟ انا رجل ربنا خلق لي عقل يا اخي وانا رجل جرادويتد يعني ايش حيعمل فيه؟ انا ديني راسخ. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فاذا بالنبي يتغيظ عليه الصلاه والسلام ويقول امتهوكون انتم فيها يا ابن الخطاب؟ لسه انتش عندك شك؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. فجث عمر على ركبته قال أستغفر الله وأتوب إليه. لا تعتبر أن عندي عقل وأنا أقرأ وما يهمني، أقول لك يا أخي ما هو صح الكلام هذا، هذا منهي عنه. قال سفيان القلوب ضعيفة والشبه خطافة، شبهة تخطفك شبهة تخطفك هنا 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 هنا، أنت ما استكملت دينك لكي تذهب لتقرأ عن دين آخر، أنت ما استكملت دينك الأول ولا تعمقت فيه أمور الدين لكي تبهد وتقرأ لقافة فتضيعك هذا اللقافة وتضيع عليك ما بقي عندك. يقول الإمام ابن النووي رحمه الله أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة 670 هجرية يقول كلاما عجيبا، يقول اشتريت كتاب القانون، القانون هذا المين؟ لابن سينا المنيل بستين نيلة، هذا اللي يضحكوا علينا يقول لك طبيب العرب طبيب دول كفر، دول ابن سينا والفارابي والحلاجي وابن عرب النكر دول كلهم كفر ملحدون. يقول اشتريته قال فوالله إن غلق قلبي ولم ينفتح للقرآن والسنة، لسه ما قرأ فيه هو بس إيش اشترى حتى في المكتبة. قال فوالله ما زالت قسوة قلبي ولا انغلاقه حتى أخرجته من مكتبتي رميته. شوف القلوب اللي مع الله، هذه القلوب الناس العجيبة. النووي رحمه الله عاش يا أخوان 45 سنة، ولد سنة 631 ومات سنة 676 من نوى اللي هي في درعة بأرض إيش؟ بأرض الشام، حرره الله من دنس هؤلاء العلوين الفجرة. فتجد أخي المبارك اشترى كتاب فقط هو النووي رحمه الله ومع ذلك قال والله انغلق شلت رميت على طول. قال فبعد أن أخرجته من بيتي عاد إلي قلبي، حرامي كده شرق منك اليد شبه هذه أقرأ هنا وأقرأ هنا. لا يا أخي لا تأكل إسفنجة يا أخي، عارف الإسفنجة؟ عارف نظرية البونش الثيري؟ ها؟ ما تكونش بونش ما تكونش إسفنجة جزاك الله خير،
كل ما حطناك على الشاي الأخضر ده ساكت، حطناك على أي حيوان قاعد تشفط قاعد تشفط. لا يا أخي مبارك، ما تكونش سفنجة جزاك الله خير. لابد أن تكون إنسان توضع يدك على ما تحتاج، على ما تحتاج إليه. ما أدري طبعا. إلى أن قال طبعا الحديث زي ما قلنا اخوان دعاهم الى الصيام والصلاه وكذا الى غير ذلك، نفس الاركان هذه، حتى وصل الشاهد عندنا في الباب اللي هو لماذا، واحنا قلنا القصه يعني. فقال فاجتمع له، جلس على شرفه بيت المقدس ونادى على بني طرف فاجتمعوا اليه، وكان في حوار. عيسى يقول له اما تبلغ ولا بلغ انا، قال لا ان بلغت انت انا ما امنعك، انت ابن خالتي وانا احبك، لكن اخشى اذا انت بلغت وهي نزلت علي ان انا ابلغ ينزل علي ايش، ايوه غضب من الله. شوف كيف مرضات الله عز وجل، كيف مرضات. ولذلك انا في طريقي الى الله عز وجل لا احتاج ان احد يكون احسن مني، انا مطالب ان اكون احسن ايش، اكون احسن ناس في طريقي. زي ما احنا في مجال العمل تتمنى انك تكون افضل ايش، الموظف المثالي، صح الايديال، ها تكون موظف المثالي وتكون عند حسن ظن رئيسك، وكل دورة وانت تقدم فيها وكل انتداب وانت تبغى تكون افضل الناس فيه وتبغى تقفل سنتك وانت الموظف ايش المثالي، صح ولا لا؟ لابد ولله مثل اعلى نكون كذا في امر ايش، في امر الدين. حتى يقال عن الكوسج وغيرهم رحمة الله على الجميع، اللي هو ابو يعقوب اسحاق بن منصور الكوسج، قال لو وافته منيته ما زاد في عمله شيئا. معناها ايش؟ يعني هو في قمة اجتهاده رحمه الله، لو جاءته منيته ما زاد في عمله شيئا. وهذا سفيان رحمه الله يموت ويجدون في تكة سرواله قصاصات من الورق، وهذا بن جرير رحمه الله تحضره الوفاة فيذكرونه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله دخل الجنة، قال فاستيقظ وقال السند خطأ وساق السند صحيحا ثم مات. شيء عجيب، قال لهم ترى السند خطأ مو كده زي ما انتم تقولون، فساقه وقال لا اله الا الله دخل الجنه، وبعدين مات رضي الله عنه رحمه الله برحمته. نعم. وامركم بالصدقه مثل ذلك اي ممتاز سبحان الله. صدقه هذا مثل الحرز، مثل شفت روى الامام روى ابن حبان في صحيحه سنن ابن حبان وذكر هنا في كتاب الاذكار، قال الذي يذكر الله كرجل خرج العدو في اثره فاحترز منهم في حصن حصين. العدو هنا طبعا ألف واللام تفيد استغراق، كل من كان عدوا من شياطين الإنس شياطين الجن الأغوار التي تكون معك على الطريق، مرات تجد أن الله والله ينجيك من حادث مروع فعلا يقع فيه غيرك وأنت منه، وأنت منه تنجو بفضل ثم بأذكار إيش صباح والمساء، لأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. من قال خيني أخرج من بيتي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أرسل الله ملكا على مدرجته قل له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. توقع أنك أنت في هذه الهالة من البركات وانت ماشي، ماذا يصيبك إلا ما كان بقدر الله تبارك وتعالى. نعم. وارد في بعض الروايات. نعم. نعم. ومثل ذلك كما تقول أثروا العدو فأوثقوه يده إلى عنقه وقربوه ليبلغ عنقه، وجعل يقول هل لكم أن أبني نفسي منكم، وجعل يعطي القليل والكثير حتى تبنى. الله أكبر. شفت هذا المثال يا إخوان، يعني هذا المثال أنه الإنسان بصدقته يتقي العذاب في يوم شديد البطلة، ها يتقي العذاب. لكن ولذلك كان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالات ماجستير ودكتوراه في غالب الجامعات، وهي الأمثال في القرآن والسنة، لأنه بالمثال يتضح إيش، يتضح المقال. ودائما لما تأتي تكتب، ولذلك لو كتبت في الإنترنت رسائل الأمثال في القرآن والسنة تخرج عندك مجموعة من رسائل ماجستير ودكتوراه، شيء عجب العجاب سبحان الله العظيم، حتى تعلم أن القرآن في سبعة أبوابه في باب كامل في القرآن باب الإيش الأمثال. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. تجد قدر كبير من الأمثال فين في القرآن، وأيضا
مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترج حديث أبي سعيد، وهكذا تجد قدر كبير يستطيع المسلم أن يجمع فيه مادة يعني لا تنتهي وينتهي عمر الإنسان، وهو أنه يتكلم فيها يعني عن الأمثال والفوائد التي يخرج منها في العقيدة وفي العبادات وفي سلوكياته. فهذا المثال ضرب على هذا، ملخص المثال أن الإنسان في صدقته في حرز يتقي به هول مطلعه لم يقدم على ربه تبارك وتعالى. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال ذكر لي أن الأعمال تباهي فتقول الصدقة أنا أفضلكم. نعم، الأعمال تباهي بعضها بعضا، يحدث بينها مباهاة، فتقول الصدقة إنها إيش؟ إن أفضل. إن أصلا كلمة الصدقة قال ابن فارس في معجم مقيس اللغة: الصاد المهملة والدال المهملة والقاف المثناة الفوقانية إنما تدل على صدق مخرجها. ولذلك هو مسألة الصدقات، الله يجعلنا لكم من أهل هذا الفريق، يعني فعلا هي تدل على صدق الإنسان. ولذلك حتى وإن بلغت درهما واحدا، ليس الجود أن تجود وما لديك كثير، ولكن الجود أن تجود وما لديك قليل القضية. ولذلك ما تجد إنسان يحقر من الصدقة شيء، أقلها أن تلقى أخاك بوجه طلق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، جمع الطعام اللي احنا بننتهي منه ونرتب الأواني وكذا ونترك المكان نظيفا كما أتيناه نظيفا، هذا نوع من الصدقة إذا احتسبت فيه النية. تجد بعض الناس من الأكابر كبار السن حطمة الناس، أعرف رجلا يأتي إخوان بالتريلات زال الله خير ويجعلها من الشعير في مستودع بجوار المسجد يطعم بها الطير. ورجل آخر اشترى لشقة تمليك يقول يا شيخ أنا مسوي عندي في البلكونة، طبعا شقة التمليك مسوين بيكون في أحواض كذا يضعون فيها الزرع فيه عند هذه النوافذ، تعرف سبحان الله ايش مسوي فيها؟ مسوي فيها ماء ومسوي فيها شجر وشعير عشان يأتي الطير يأكل. ما تدري يا أخي المبارك إن رجلا رأى غصن شوك، حديث عند مسلم، رأى غصن شوك في الطريق فأزاحه قال لا يؤذي المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة. أنت لا تدري. روى الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: من راشه ومن ناوله ومن رمى به، مع أن الأصعب هو الثالث. أصعب من هو من يواجه العدو. ولذلك نحن لا نستكثر أن ندعو لإخواننا المظلومين. والمضطهدين الذين لا نملك لهم إلا سهم الدعاء، ولا نعتقد أن هذا السهم ليس سهما ماضيا، حتى يظن الناس أن سهم الدعاء سهم ليس سهما مهما، أتهزأ بالدعاء وتزدريه أو ما تدري ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في شدة الكرب وهو في غزوة بدر، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما صح من حديث أبي بكر متفقا عنه، ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رفع يديه حتى بان أو ظهر بياض إبطيه وسقط رداؤه من فوق منكبيه وهو يدعو ويقول اللهم إن تغلب هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هذا الذي كان يملك النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الآلات 413 رجل وامرأتان إنما خرجوا يريدون عيرا ولم يخرجوا يريدون قتال الأرض، فرسان منهم اثنان المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه والزبير بن العوام، والبقية يسيرون على أرجلهم يتعاقبون البعير الاثنين والثلاثة، ينزل هذا ويركب هذا وينزل هذا ويركب هذا، ما عندهم شيء. ولذلك يدعو النبي دعاء طويل حتى تأثر بهذا الدعاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله كفاك مناجاتك ربك لينجزنك الله ما وعدك، لأن ربنا قال إيش؟ إذ يعدكم الله إحدى ليه طائفتين، والله عز وجل قال والله تبارك وتعالى لما
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ولذلك نحن الذي نملكه، يعني اللهم انصر قوما سلاحهم الرجاء، واللهم انصر قوما أملهم فيك استجابة الدعاء. هذا الذي نحن نملكه لهؤلاء المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. يعني أيما يممت وجدت مئذنة تدك، وجدت أناسا يضامون في دينهم ويحال بينهم وبين توحيد ربهم تبارك وتعالى، مع أن الجراح نازفة في بلاد المسلمين في أراكان، ولم يتحرك عليها، لم يتحرك لها ساكن، ونازفة منذ سنتين في الآن الشهرين، تغلق هذه القضية، تغلق سنتين ولم يتحرك لها أحد، 60,000 مليون ونص مشرد وإلى غير ذلك. لكن نحن ندعو الله، هذا الذي نستطيع أن نقوم به، وهذا الذي أمرنا به ديننا، نطيع ولاة أمرنا فيما أمر به في غير معصية الله، وندعو الله عز وجل. أليس منا إخوان رجل في مجاب دعوة عند الله تبارك وتعالى؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفع بالأبواب، لو دعا الله لأبر منهم البراء بن مالك كما عند أحمد وعند أهل السنة. فالإنسان لا تحقر هذا الأمر أخي المبارك، ما تحقر أمر أبدا. إنك أنت تقول ماذا نستطيع أن نقدم، تقدر تقدم في قيام الليلة، في صيامك، في عند الملتزم بين الأذان والإقامة، في السحر وحيث لا يراك إلا الذي خلقك تبارك وتعالى، أن تدعو ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذه من الصدقة التي تنفق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر، قال فإن لم أستطع قال أن تعين الأخرق، أن تعين الأخرق، وأن تحمل الكل، وأن تكف أذاك وشرك وعن الناس، وتقدم بدعوة لإخوانك في ظهر الغيب، عسى الله عز وجل أن يقبلها وأن يخفى عنهم ما بهم من الضر واللعوى. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عصا، فتعلق رجل كل حشف فجعل يطعن في ذلك القنو. وقنوان دانية، القنوان الدانية اللي هي تكون فين؟ في النخيل. قنو حشف، يعني هذه السبيطة التي تنزل من التمر الرديء، هذه معنى يا أخوان قنو حشف، الحشف من التمر اللي هو التمر الرديء. نعم نعم. أيوة، يعني ما ينفع جزاك الله خير تروح المسجد، مثلا المسجد يحتاج إلى كراسي مثلا، وتأتي بالكراسي المعدومة اللي عندك في البيت، تقول أحطها فين؟ في المسجد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لذلك الإيمان، البر هنا بمعنى الإيمان، كما قال ابن كثير قال ابن جرير، الإيمان ما يقر مع الصدقة إلا لما تطلع الشيء اللي فعلا تحس أنه هو عظيم عندك، إذا وجدت شيئا تحبه تصدق به، وانظر كيف يبدلك الله بهذا الحب، إيمان تجد بشاشته فين؟ في صدرك، كل ما تجد شيء لك. ولذلك كان السلف إذا أحب شيئا تصدق به، تجد عبد الله بن عمر إذا أحب عبدا من عنده أو مولا من موالي إيش يسوي فيه؟ يعتق، لكي يأتي بهذه. ولما نزلت الآية أبو طلحة قال هذه بيرحاء يا رسول الله، بستان 600 نخلة مثمرة. وكذلك عند هذا الصحابي الجليل أبو الدحداح لما قال كم له في الجنة من عكوم رداح، 600 نخلة مثمرة، كل نخلة قل إنها تأتي بألف دينار، 600,000 دينار من الذهب تضربها في 4.25 اللي هو لأن الدينار يعادل 4 جرام من الذهب، وبعدين اضربها في سعر الذهب في زمان هذا ملايين ملايين، يخرجها وينخلع منها من قلبه. ولذلك تجد أن قر الإيمان في قلوب هؤلاء الناس، وإن شاء الله نحن لسنا عنهم ببعيد، ونقتفي أثر هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإنسان فعلا يخرج أطيب ما عنده ولا يتصدق به. أيوة، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تأخذه رغما عنك، ليس باختياري. فلذلك إذا أردت أن تخرج صدقة علم نفسك وأولادك، أقول لهم لا، إيتون بأطيب ما عندكم، أفضل ما عندكم الدنيا، خلينا نخرجه لهؤلاء المساكين. يا أبي وكذا تقول لأولادي علمهم التوكل، قل لهم سيبدلنا الله
عز وجل خيرا منه. خلينا نطلع هذه، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد تبارك وتعالى. وما أنفقتم من شيء خورا، اللي قال تبارك وتعالى فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا وظيفتك التي رزقتك، ولا مالك ولا تجارتك، وهو خير الرازقين ربنا تبارك وتعالى. فابدأ طلع يعني أنفق بلالا ولا تخشى من رب العرش إخلالا. يا عائشة، كما عند الإمام مسلم في كتاب الأطعمة قال يا عائشة إذا طبخت طعاما فأكثر المرق وتعهد الجيران. أكثر المرق وتعهد الجيران. كانت عائشة تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيها 100,000 درهم في عشية من في صباح من معاوية رضي الله عنه وارضاه، فتصبح صائمة، ولما يأتي وقت الإفطار ما يبقى عندها ولا درهم واحد. تقول لبريرة هل عندنا من طعام؟ قالت يا أم المؤمنين غفر الله لك، أما أخبرتيني لو أجعلنا درهما اشترينا به إفطار؟ قالت لا جرم، ما في مشكلة. كانت تطيب الدرهم والدينار وتأتي به، تعطي به يد السائل. وليست القضية أن تقول أن أعطي السائل الذي يأتي هكذا يعني لا أعلمه أو عشوائيا، لا، المسألة تكون عندك مرتبة لبيوتات أنت تعرفها. روى الطبراني وغيره من حديث الزبير رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح عند الحاكم، وهو قال من استطاع أن يكن له بينه وبين ربه خبيئة فليفعل. هذه خبايا تكون بينك وبين الله عز وجل، في بيوتات، في أيتام، في أرامل، في أناس. ليس شرط أن نكون ماشيين وتلقى واحد سأل يقوم طلع حادي ذلال أن معناه أنت متصدق وأن فلان اللي وصل. لا لا، مو هذا القصد. لا، في أشياء خفية. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه لما وفته المنية ولقي ربه عز وجل بالمدينة طيبة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وطاب أرضه وأرض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجدوا علامة سوداء بين كتفيه مما كان يحمل من الكل. فلما مرت أيام على وفاته جاء الناس يسألون، فإذا به يكفل أكثر من 100 أسرة، بكل أسرة عدد من الناس. بعدين عرفوا أنه كان له خبايا بينه وبينه وبين الله عز وجل. هذه هي التي تكون، وهذه هي، لذلك تأتي الصدقة تباهي، لأن ما تخرج فعلا كما قال ابن فارس وغيره رحمه الله على الجميع إلا من تدل على صدق الذي يخرجه. رب هذه يدل على ربنا بمعنى الصاحب، ولذلك اختلف في قال رب في قول ربنا تبارك وتعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اختلف هل يقصد بربي أحسن مثواي العزيز، أم يقصد بربي أحسن مثواي هو الله؟ ولعل والعلم عند الله. إذا ذكر كلمة الرب مطلقة دلت على الله عز وجل، ولا تكون بمعنى صاحب الشيء أو بمعنى سيده إلا إذا قرنت. مثلا نقول أنا رب الإبل، رب الدار، رب الكتاب، وهذا فيه جواز على إطلاق هذه اللفظة، على إطلاق هذه اللفظة. فالنبي قالها، قال لو شاء رب إيش هذه الصدق، يعني سيد هذه الايه، سيد هذه الصدق. فلا تطلق كلمة الرب إلا أن تكون معها قرينة لكي تأتي بمعنى صاحب الشيء أو بمعنى مالكه. إن رب هذه الصدق يأكل حشفا يوم القيامة. نعوذ بالله، يعني كما قدمت تأكل في ذلك اليوم، كما قدمت تمرا رديئا تأكل تمرا، تأكل تمرا تمرا رديئا. وهذا يدل منه عليه الصلاة والسلام، طبعا اللفظ تقع على ظاهرها، ثانيا تدل على شيء آخر فيها، وهي أن الإنسان أحيانا يخرج الشيء لكنه لا يكون مردوده كما إيش كما يتمنى. ونحن ذكرنا قصة الذي قال ليت وكان جديدا كاملا، هذا الذي وفته المنية ويقول لا قل إلى الله، ويقول ليت وكان جديدا كاملا، جديدا كاملا. بعدين لما يفيق من غيبوبته يقول يا بني إنه يتمثل لي صدقة اليوم وأنا في سكرات الموت. إيش يا أبي؟ قال جاءني سائل يريد ثوبا فأعطيته الذي كان علي القديم وعندي كان جديد، وجاءني آخر يريد طعاما فأعطيته خبزا أكلت منه وعندي خبز كامل، والآن أرى أن ميزان الجديد والكامل أرجح من الناقص إيش؟ الناقص القديم أرجح من الناقص القديم. نعم نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر. أيوة، لذلك من هذا الباب
الأموال الحرام أموال الربا والغش والسحت لا يتصدق بها. روى الإمام مسلم حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذن ماذا يفعل بها؟ هذا بتعمل لنا عملية تنظيف فتخرج إلى خدمات المسلمين من حمامات عامة كرمكم الله، تعبيد وتذليل الطرق إلى غير ذلك. ولو تصدق بها فليس له من الصدقة منها في أجر من شيء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غنيا. نعم. واليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى وفي كل خير. العليا وضح حديث آخر اللي هي اليد إيش؟ المنفقة المعطية. والسفلى اليد إيش؟ اليد الآخذة. نعم نعم. خير الصدقة ما أبقت غنى. هذا وإيش معنى؟ هذا يدل لك أن هذا الدين عنده حاجة يسموها إيش إخوان، اللي هو الاستراتيجيك ستور أو المخزون الاستراتيجي. يعني ليس معناها نعم ممكن أنك أنت تخرج مالك كله يجوز، والدليل من يذكر هذا الدليل؟ سيدنا أبو بكر قال أبقيتنا مولا رسول، عنده توكل كامل إن الله سيخرف علينا، وفيها وجواز أن يخرج الرجل شطر ماله ويبقي شطره الآخر كفعل عمر رضي الله عنه وارضاه. ولكن الأفضل كما قال هو نفسه رضي الله عنه وارضاه: والله لا أسبقك إيش أبدا. وهذا لا يقدح في التوكل، وهذا لا يقدح في التوكل أنك أنت تخرج، لأنك أنت متوكل على من؟ بيده مقاليد السماوات والأرض. عيان إيش؟ ما يجوز الإنسان يخش كل ماله. إيش؟ بعضهم يقول إنه الإنسان ما يجوز أن يخش كل ماله، لأن القضية قضية عيان، يعني بعين الشخص. نقول لما يقول قضية عيان معناها يريد أن يخصص إن هذا الأمر لمن؟ ولا دليل على التخصيص. هذا دليل عيي كالذي قاله. ما في دليل هنا على إيش؟ ما في دليل على التخصيص. لكي نقول هذه قضية أعيان، يعني الأمر ده يخص أبو بكر. ولو كان الأمر كذلك ليش بتتفقد مريض في يوم وتتصدق على مسكين صح ولا لا؟ خلاص هذا أبو بكر يا أخي، احنا ايش لنا فيه؟ فنقول أخي المبارك الأصل، هذه قاعدة أصولية، الأصل في الشرع العموم حتى يدل الدليل على المخصص، ولا مخصص إلا لرسول الله عليه السلام. وضحت يا إخواني؟ ما في تخصيص إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي أمور ضيقة جدا مثالها أن يجمع الرجل بإحدى عشرة امرأة في عصمة إيش؟ في عصمة واحدة. وضحت يا أخواني المباركين؟ ولذلك لو أنا حقعد أتكلم في قضية هذا أقول طيب الرجل اللي ملك النبي بضع امرأة بسورة من القرآن، هذه قضية إيش أيضا؟ ها؟ قضية أعيان هذه صح ولا لا؟ يبقى ما فيش بقى حد يتزوج بصورة من الايه؟ لا يا اخواني، فهمت اخي؟ وانا ممكن اجيب لك ادلة كثيرة على مثل ما يقول اهل هذا الفريق، وقوله مرجوح جدا، بل الدليل يخالفه كذلك تماما، بدليل انها ليست قضية أعيان. ايش قال سيدنا عمر؟ والله لا اسبقك ابدا. دليل انها ليست قضية ايش؟ ليست قضية أعيان، بدليل ان ابو الدحداح طلع من كل ايش؟ بستانه، بيروحاء طلع منها كمان سيدنا مين؟ أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان بن عفان جاءت القافلة كلها وراح تصدق إيش بها. فلا نقول هذا الأمر خطأ، لكن هذا فيه دلالة على جواز أن يتصدق الرجل بكل ماله، ويجوز للرجل أن يتصدق بشطر ماله، ما في بأس. نعم. يقول امرأتك أمسك علي أو طلقني، أو طلقني. ويقول مملوكك أمسك علي أو اعتقني. نعم. ويقول ولدك إلى من تكلنا، إلى من تكلنا. نعم. هذا كله يدلك على إيش؟ الأمثلة دي من فين جابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قالها بأبي هوم عليه السلام؟ ليوضح لك أن هناك من يثبطك عن طريقك إلى الدار إيش؟ الآخرة. كل هؤلاء ما هو الضابط فيهم؟ فقد التوكل على الله عز وجل.
ولذلك ينبغي ان احنا اخوان نعظم جانب التوكل والرزق هذا من عند الله عز وجل. طالما انك انت تفهمش في مناكبها. ولذلك من الناس من يفهم فهما خاطئا يقول ان رجلا كان يعمل والاخر كان يصلي وكذا فقالوا الذي يعمل خير من ليش يصلي. لا، القضيه مو كده. قال لعل الله يرزقك به، يعني بايش؟ بعبادته. ولذلك انصر قال انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقال عليه السلام لولا بهائم معذرة، هذه ما تنفع، لا تصرف، لولا بهائم رتة وأطفال رضع ونساء ركع لرص عليكم العذاب رصا، لصب عليكم العذاب صبا ثم رص رصا. فهذا فهم خاطئ عند بعض الناس. نعم، هذا ليس معناه الجلوس والركون إلى الدعاء، لكن لابد أن نعظم جانب التوكل في، لأن عندنا حديث جميل عند ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك يقول نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. هل أنت الآن عندك توكل كامل إن ما يقدر أحد يأخذ من حياتك ولا لحظة؟ صح، لابد نفس التوكل، لأن قلنا في نفس الحديث لابد يكون عندك نفس اليقين الكامل إن لن يأخذ أحد من رزقك شيئا. ولذلك لا أوافق على كلمة قطع عيشي، هذا سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله يا أخي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، من قطع عيش مين؟ أنت مسكين. بل إن الله عز وجل حولك من رزق إلى رزق، ومن باب إلى باب، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لا تقعد تقول لي أصدق وقطع عيشي، شالني من المسجد، شالني من الوظيفة، شالني من الشقة، سوالي قطع عيشي. قطع عيشك مين يا مسكين؟ أنت ناقصك توكل. روح محتاج أنك تربي قلبك هذا على حاجة اسمها إيش؟ حاجة اسمها التوكل. تعرف وتجمع الآيات وتجمع القرآن. إنما يستطيع يا أخي، شوف النبي إيش قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال واعلم أن الأمة، حديث ابن عباس، كل الأمة الألف ولم تدري الاستغراق، الكافر والمسلم، الأبيض والأسود، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، نكرة للحقارة، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والعكس، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المسألة انتهت وترتبت وراحت. إذن ما المطلوب منك؟ فأتبع سببا، هذا هو المطلوب منك. كل ما جاءت سببا شرعيا اذهب واطلب وتوكل فيه على الله. انتهى الحديث. هذا ما تيسر إراده وتكفر إعداده. عن الله على ذكر صلى الله عليه وسلم.